كيف بدي شد هدول؟ هيدا من اكثر اسئله بيسالوني اياها الصبايا، وراح اجاوبكم بثلاث نقط. اول نقطه، بس كون عامل ايدي هيك الترايسبس العضله المايله تحت من ايدي بتكون مرخيه، واذا بتلاحظوا بتهز، فمش هيك بتشوفوا اذا ايدكم شاده او لا. لتعرفوا بتشدوا ايدكم لتحت من شده قد ما فينا، وهيك الترايسبس بيكون شد. اذا لاحظتوا ما بقى عم بهز عندي. هلا للترايسبس يلي عم بهزه وعم بلقه، في عندي خمس حركات بتعملون بالبيت او بالمكتب، والحلو انه منكم عايزين ولا اكويبمنت. كل اللي عايزينه يا صبايا هو انينتين ماي صغار. جاهزين لنشد هيدي المنطقه هون من جسمنا؟ في ثلاث عضلات بدنا نكون نحن عم نشغلهم بالحركات اللي رح نعملها. اول عضله هي الترايسبس اللي هي بتجي من ورا ايدنا، ثاني عضله هي البايسبس اللي بتجي من قدام، وثالث عضله هي الكتف اللي بتجي من فوق وبتعطينا البرمه من هون. فهلا رح نعوز انينتين ماي صغار للصبايا، وراح نبلش باول اكسرسايز اللي بيشغل عضله البايسبس او العضله اللي قدام. راح بوقف ايدي حد جسمي، بدي اعمل 15 وحده. يلا جاهزين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد 5 1 2 3 4 و 15. هيدا الاكسرسايز انتم عم تعملوه بده يضل جسمكم ثابت، ما بدي اعمل موفمنت بظهري، وايدي من الكتف للكوع بيكونوا ثابتين، بس بيتحرك من الكوع لهيدي المنطقه. لاحظوا هيك بنزل بفتح ايدي على الاخير بعملها بالايد تاني. سو هيدا اول اكسرسايز للبايسبس 15 مره. ثاني اكسرسايز رح نعمله رح بيشغل الترايسبس، وكمان رح نعمله ل 15 مره. بدي اتعج ظهري شوي، معلي كواعي لفوق، وهون بدي افتح ايدي لورا كمان 15 مره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. يلا بعد 5 1 2 3 4 و5. هذا الاكسرسايز اصعب من قبله، راح تحسوا دغري بهيدي العضله عم بتشد. بدي منكم بس تبوا ظهركم، تعلوا كتفكم، وبس رجعوا ايدكم لورا هون، جربوا اعملوا هولد او هدوا ايدكم بهالطريقه شوي اقل من ثانيه، يرجعوا انزلوا. يعني هيك 1 هولد شوي انزلوا 2. سو هذا ثاني اكسرسايز راح نكون كمان عم نعمله 15 مره. ثالث اكسرسايز هو للكتف اللاترال بارت او الكتف الميله اللي من برا، رح نعمل كمان 15 مره. رح بوقف ايدي بيكونوا دقين ببعض، بدي اطلع لفوق 1 2. بس اطلع لفوق بدها تصير ايدي بارلل على الارض، وهي بارلل على الارض، بيعملوا ايدي مثل 1 لاين 3 4 5 6 7 8 9 و10. كمان احسن لنصعبها شوي، بس نطلع لفوق نعمل هولد شوي 1 2 هولد شوي 3 4 و15. لرابع ولخامس اكسرسايز رح منعوز كرسي، واول اكسرسايز رح نعمله رح بيكون كمان للترايسبس. بدي اقعد على الكرسي، بعلي كواعي لفوق، وهون ببلش نزل ايدي لتحت واطلع. بدنا نعمل كمان 15 وحده 2 3. خلوا كواعيكم عاليين 4 5 6 7. كواعي عاليين 8 9 10. بعد 5 1 2 3 14 و15. وهلا بنوصل لاخر اكسرسايز لليوم هو البنش ديبس. بدي يكون رجع الكرسي شوي لورا، بحط ايدي على طرف الكرسي، اجري مطعوجين، بنزل جسمي لتحت وبشد لفوق بايدي. هيدا الاكسرسايز كمان بشغل مينلي الترايسبس. 1 2. انتم عم تعملوا هيدا الاكسرسايز على طول جسمكم بده يكون قريب على الكرسي هيك. 3
أربعة، ما تعملوا هيك. سو جسمي عطول على الكرسي قريب. خمس، ستة، سبعة، ثمانية. إذا ما قدرتوا تعملوا 15 بهذا الإكزرسايز ما بيأثر. تسعة، عشرة، بعد خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وخمسة. هوب تكونوا حبيتوا هالخمس حركات، وأنا بنصحكم تعملوهم كل يوم، مرة الصبح ومرة عشية. بس بضل في نقطة ثالثة أخيرة كثير مهمة، بدي أقول لكم إنه العضلة هي أورجان غني، يعني نحن العضلة بتيجي دغري فوق العظام تبعنا، وبيرجع بيجي فوقهم الفات أو الدهون اللي نحن بنكدسها بس بنكون عم ناكل أكثر مما نحن بنحرق. فهالخمس حركات هن رح يشدوا العضلة على الأكيد، بس العضلة لتبين أو لتشد إيدي في فات فوقها، هيدا الفات ما في ولا اكزرسايز بيشدهم، اللي بيقول لكم غير هيك بيكون عم بكذب عليكم. مشان هيك اعملوا هالحركات صبح وعشية لتشد العضلة تبعكم، وبذات الوقت بدكم تخففوا أكل لتشيلوا الفات اللي فوقها لهيدي العضلة اللي هون يلي هون، لحتى مع الوقت بتكونوا عم توصلوا للشيء يلي بدكم إياه.